صبحي دسوقي كاتب قصة وصحفي سوري من مدينة الرقة، مواليد 1957. بدأت العمل الصحفي والنشر في المجلات والصحف السورية والعربية منذ منتصف السبعينات. أكتب القصة القصيرة، القصة التي تعتمد على الرمز في سبيل إيصال فكرة معينة، هي كانت محاولة مني من أجل الهرب من النظام الاستبدادي الذي كان يسود في سوريا وكان يحاصر المثقف والكاتب والمبدع ويمنعه من إبداء رأيه الحقيقي. يعني العمل المسرحي كما العمل الأدبي، كما يعني أي عمل حقيقي قادر على أن يحدث فرقا، يحدث حالة من الوعي من التوعية لدى الآخرين، كان يحارب من قبل السلطات. يعني مثلا نحن في بداية السبعينات وكنا مجموعة أطفال، يعني أطفال كنا في المرحلة الإعدادية، أسسنا ما يسمى بالمسرح الجوال، قمنا بعرض مسرحياتنا في القرى على الفلاحين على الناس البسطاء. يعني هذا الأمر انعكس في مرحلة لاحقة أنه قد صدرت أوامر بإيقاف هذه الفرقة، عندما شعروا أننا قد حققنا الكثير من التفاعل وأثرنا الكثير من الأسئلة عبر أعمالنا المسرحية البسيطة التي كنا نقدمها ضمن الريف ضمن مسرحنا هذا الجوال. يعني الحجة ليس هناك تمويل، يعني نحن لا نستطيع، رغم أن التمويل كان أكثر من بسيط، يعني كانت ما يقدمه الدولة السورية أو المسؤولين السوريين بمحافظة الرقة كانوا يقدمون لنا فقط السيارة العربة التي تقلنا إلى أماكن العرض. يعني الأمن كان يتغلغل في كل المفاصل، يعني وكان يتابع الصغيرة والكبيرة، يتابع كل شاردة وواردة ويضع العراقيل أمامها. يعني عندما يشعر أن هناك خطر ولو كان بعيدا أو فكرة قد تمس الحالة السورية فيجب عليهم الوقوف أمامها وإيقافها تماما. يعني أنا أذكر أنني كتبت إحدى قصصي عنوانها المنشورات توزع الليلة، وضعتها في كتابي الأول وأرسلتها للموافقة على النشر. لا يمكن طباعة أي كتاب إلا بموافقة من قبل ما يسمى بوزارة الإعلام، طبعا بين قوسين المخابرات السورية. أعيدت إلي المجموعة مع الموافقة على الطباعة بعد استبعاد قصة المنشورات توزع الليلة. بعد ذلك أي مجموعة قصصية لاحقة قمت بطباعتها كنت أضع في هذه القصة على أمل أن تمرر بطريقة ما أو بأخرى، وكانت تعاد إلي مع الموافقة على طباعة هذه المجموعة بعد استبعاد قصة المنشورات توزع الليلة. بعد ذلك هناك جهة لبنانية طلبت مني مجموعة قصصية من أجل إصدارها، فأرسلت لهم مجموعة القصصية والتي عنوانها القادمة من الشرايين، وأرسلت لهم هذه القصة فنشرت هذه القصة ودخلت إلى سوريا وشاركت بما يسمى معرض كتاب الأسد. ضمن هذا المعرض بعد 4 أيام صدرت المجموعة بكاملها وأتلفت. كانت هناك رقابة صارمة، يعني كان هناك أي عرض مسرحي يمكن أن يأتي مثلا، طبعا لا يأتي العنصر المخابرات بشكله الواضح أو العلني، هناك عدد كبير للأسف ممن هم يعني يعطون لنفسهم تسمية أنهم فنانون وأدباء وكذا إلى آخره، ينتمون إلى هذه المخابرات، إلى هؤلاء المخابرات، فيأتون لحضور مثلا عرض مسرعي يقول لك هي ما بدي إياها، لك يا أخي هي تروحنا رقبتنا. يعني مثلا إحدى المفارقات، إحدى المرات أنا شاركت في مهرجان قصصي في مدينة اللاذقية وألقيت قصة بعنوان والصرخة. بعد ذلك بعد أن انتهت الأمسية أصبح هناك نقاش، دار النقاش في فأحدهم وقف وقال أنا كل القصص كيسية وعجبتني بس قصة هذا صبحي دسوقي ما فهمتها. فأحدهم قالوا لك يا أخي هذا جاي عم يقرأ القصة بده يحاربنا بعقر دارنا، جاي عم يقول الدولة العلوية ستسقط. طبعا بعد انتهاء الأمسية عندما ذهبنا إلى غرفة مدير المركز الثقافي فوجئنا أن هناك 8 عناصر من الأمن السياسي جاهزون لاعتقالي ومساءلتي حول هذه القصة. يعني هم يتابعون كل شاردة وواردة ويضيقون الخناق على الناس كلا يحدث هناك يعني ما يسمونه بالفلتان الأدبي أو الفكري أو الفني، وبعد ذلك مثل ما قلت تصير الأمور شوربة بنظريهم. يعني عندما تصبح الحريات، عندما تعطى الحريات للإنسان لكل إنسان أن يعبر
كما يريد، هم يعتبرونها شوربة وأنها فوضى، لذلك يحاربونها بكل ما أوتوا من قوة.